طريقك لخارج المدينة، سواء لعطلة تستحقها أو لرحلة عمل. لا تدع انشغالات خططك للسفر تعيقك عن حماية منزلك وأنت بعيد. أولاً وقبل كل شيء، غطي الثقب السحري للباب. هذا من الأمور التي ينساها المسافرون عند مغادرة منازلهم. لكن هل سمعت عن كل الحالات التي يتجسس فيها المجرمون وغرباء الأطوار على الناس ويصورونهم من خلال فتحات غرفهم الفندقية؟ نعم، هذا يحدث ولا يقتصر على الفنادق. فتحات الرؤية رائعة لأنها تسمح لك بمعرفة من على الباب الأمامي، لكنها تعمل بالعكس أيضاً، إذ يمكن للمتطفلين إيجاد طرق للتلصص منها، حيث من السهل أن تكون هناك ثغرات في فتحات الرؤية، ويمكن لأي شخص بنوايا سيئة تركيب كاميرا صغيرة داخل أحدها أو بدلها ليتمكن من رؤية ما يجري خلف الباب. لذلك فقط ضع قطعة من الشريط اللاصق على ثقب الباب الأمامي لتزيد الأمان. لكن تغطية فتحة الباب ليست الشيء الوحيد الذي ينساه مالك المنازل عندما يغادرون المدينة لبعض الوقت. إليك بعض النصائح الأمنية الأخرى التي عليك تذكرها. عد تنازلي من 12. لا تدع بردك يتراكم. صندوق بريد مليء بالرسائل وكومة من الطرود على الباب هي علامات واضحة للصوص أن لا أحد في المنزل ليستلمها. لذلك من الأفضل أن تطلب من جيرانك أو شخص تثق به جمعها لأجلك. إذا كنت لا تريد إزعاج الآخرين، ما عليك سوى إيقاف تسليم البريد قبل السفر. ما عليك فعله هو الاتصال بمكتب البريد وطلب حفظ بريدك للفترة التي ستغيب فيها. يمكنهم القيام بذلك لمدة تصل إلى 30 يوما. بالنسبة للطرود، إذا كنت تعرف أنك ستسافر فلا تطلب أي شيء من المقرر أن يصل أثناء رحلتك. 11. تابع الصيانة المنزلية المعتادة. هل عادة ما يكون لديك بستانيون لترتيب وتجذيب حديقتك؟ ربما يأتي رجل المسبح كل أسبوع لتنظيف حوض السباحة. من الأفضل مواصلة هذه الزيارات حتى عندما تكون بعيدا. حديقة غير مهذبة أو حوض سباحة قذر قد يجعل منزلك هدفا واضحا للصوص في المنطقة. لا تدعهم يلاحظون أن شيئا اختلف. ولا تنسى مصف السيارة المليء بالثلج في الشتاء. اطلب من أحد جرف الثلج لك. أترى إنها التفاصيل. 10. لا تكثر النشر على الشبكات الاجتماعية. إذا كنت ستسافر في رحلة طال انتظارها فأنت غالبا متشوق جدا وترغب بإخبار الجميع عن روعة عطلتك. لكن فكر في الأمر، إن نشر الصور على الإنترنت للأماكن التي تزورها يسمح للجميع بمعرفة أن منزلك فارغ. قد يطارد الأشرار الشبكات الاجتماعية ويعرفون بذلك. من الأفضل التحكم في حماسك ومشاركة صور العطلات أو السهرات الجميلة عند عودتك للمنزل. إذا كنت لا تستطيع منع نفسك من نشر، إلى المطار لأعظم أسبوعين في حياتي. على الأقل تحقق من إعدادات الخصوصية لديك للتأكد من أن أصدقائك فقط يمكنهم رؤية منشوراتك. 9. لا تخفي مفاتيحك الاحتياطية. عندما تتخيل سرقة، من المحتمل أن تقوم بتخيل لص يكسر النافذة ليدخل، لكن معظمهم يريدون الدخول والخروج بسرعة وبهدوء. لذا فإن من يخفون مفاتيحهم الاحتياطية في مكان ما على الشرفة الأمامية، نعم خارج عالم الأفلام، يسهلون هذه المهمة جدا على المجرمين. لا يهم إذا كنت اكتشفت أكثر الأماكن سرية لإخفاء مفتاحك. ثق بي، يعرف اللصوص كل المواقع. فقط أعطي المفتاح الاحتياطي لصديق ثقة يمكنه التحقق من ملكيتك في حالة الطوارئ، أو اتركه في المنزل. 8. اترك الستائر بالطريقة المعتادة. أن تغلق أو لا تغلق؟ هذا هو السؤال. إنه أمر مثير للجدل عندما يتعلق الأمر بستائرك أثناء غيابك. فمن ناحية، إبقاؤها مغلقة يعني أن لا أحد يمكنه النظر خلالها. على الجانب الآخر، تجعل المنزل يبدو مهجورا وتمنع الجيران أو الأصدقاء أو الشرطة من مراقبة منزلك. إذا كنت شخصا يحب الخصوصية جدا وعادة ما تغلق الستائر على أي حال، فما عليك سوى تركها هكذا.
ينطبق الشيء نفسه على العكس، إذا كنت تبقيها مفتوحة فافعل ذلك عندما تسافر. يراقب اللصوص المنزل قبل اقتحامه، لذا فإن أي تغييرات قد تعطيهم تلميحاً بأنه خالٍ. 7. انقل جميع الأشياء الثمينة. هل يمكنك تخيل صعقة اللص إن أدرك أنه ما من شيء لسرقته في الداخل بعد الاقتحام؟ نعم، اتركه في حيرة. لا أقصد بالطبع أنه عليك إخفاء جميع ممتلكاتك في مكان آخر قبل مغادرتك. عادة ما يسعى المجرمون للمال والمجوهرات وأدوات باهظة الثمن مثل اللابتوب والأجهزة اللوحية. يمكنك تركها جميعا مع صديق أو استئجار صندوق ودائع آمن في البنك. سيضمن هذا أن أشياءك الثمينة ستظل آمنة حتى إن اقتحم منزلك. 6. اضبط مؤقتات على أجهزتك الإلكترونية. منزل مظلم ليلا لأكثر من عدة أيام هو دلالة أكيدة أن المالك بعيد، لكن ترك الأضواء طوال الوقت يعني أنك ستحصل على فاتورة كبيرة للكهرباء، صحيح؟ لهذا السبب جعلوا مؤقتات تشغل الأضواء والإلكترونيات الأخرى وتوقفها في أوقات معينة من اليوم. يستخدم الأشخاص هذه المؤقتات للمصابيح، لكن يمكن توصيلها بالتلفاز والراديو، مما يساعد في الواقع على خلق وهم وجود أحد في المنزل. تأكد من إعداد المؤقتات لفترات زمنية عشوائية، ستبدو الأنوار التي تضاء وتطفأ في الوقت نفسه مشبوهة للأشرار الذين قد يقومون بمراقبة منزلك. كما يمكنك قرن بعضها بهاتفك الذكي بحيث يمكنك تحديد توقيت تشغيل الأضواء أو التلفاز حتى وأنت تسترخي على بعد أميال على الشاطئ. 5. أمن الأبواب الزجاجية المنزلقة. يمكنك تخيل كيف يمكن أن الأبواب الزجاجية المنزلقة نقطة دخول سهلة للصوص. عادة ما يخرجون للفناء الخلفي حيث يكونون في مأمن من دورية جيرانك. لحسن الحظ هناك طرق لتأمينها، مثلا يمكنك شراء قضبان معدنية تمسك بالباب لقفله في مكانه. يمكنك أيضا وضع مشبك أو قطعة خشب في المضمار لتمنع انزلاقه ليفتح حتى إذا تم اكتشاف القفل. الجانب السلبي الوحيد هو أن هذه الحاصرات لا تمنع اللص من كسر الزجاج، لكن ثانية عادة لا يرغبون بذلك لأنه يلفت الانتباه لهم. 4. اطلب من جيرانك المساعدة في خلق مظهر وجود أحد. إذا كنت على علاقة جيدة مع جيرانك، اطلب من أحدهم إيقاف سيارته في الممر أثناء ذهابك، وإن لم تكن كذلك، ربما عليك محاولة الاستفادة من الجانب الجيد لهم، فقد يكونون ذوي نفع عندما تكون بعيداً. نصيحة أخرى هي أن تطلب من صديقك أو جارك مثلاً وضع قدح قهوة على طاولة الشرفة ليبدو كأن شخصاً ما شرب قهوته هناك في الصباح. وبالنسبة لأيام جمع القمامة، اطلب من جارك إخراج حاوياتك وإعادتها إلى منزلك حتى لو كانت فارغة. كل شيء هو وهم، أتذكر؟ لا تنسى رد المعروف للجار المحتاج. 3. اقفل باب المرآب واقطع الفتحة التلقائي. قد تظن أن اللصوص لن يهتموا بمجموعة الأدوات الصدئة والدراجات، لكنك ستفاجأ بكم يمكنهم بيع جزازة العشب تلك. وإذا كان صديقك سيأخذك إلى المطار وستظل سيارتك جالسة تنتظر السرقة، لا تتفاجأ إذا اقتحم لص نظام القفل التلقائي وأخذ ممتلكاتك. إن كنت ستسافر ولن تحتاج لفتح باب المرآب تلقائيا على أي حال، افصله قبل مغادرتك، فقط لا تنسى قفل الباب أيضا. 2. ثبت نظام أمان حتى لو كان مزيفا. وفقا لتقرير من جامعة نورث كارولينا، 60% من اللصوص المدانين اعترفوا أنهم إن لاحظوا وجود نظام أمان يختارون استهداف منزل مختلف. إذا كنت لا ترغب في الاستثمار بنظام حقيقي، يمكنك خداع اللصوص بوضع علامات شركة الأمان في ساحتك وتركيب كاميرات وهمية بالقرب من الباب الأمامي والخلفي. 1. لا تعطي عنوان منزلك لأحد.
يمكن لنظام جي بي اس أحياناً أن يقود اللصوص إلى منزلك مباشرةً. إذا تركت سيارتك في المطار أو في موقف سيارة الفندق، فيمكن أن يقوم المجرم بالدخول وتشغيل نظام جي بي اس ومعرفة مكان منزلك. إذا كان لديك وحدة محمولة فلا تتركها في السيارة. إن كان نظام جي بي اس مدمجاً في السيارة، اضبط الصفحة الرئيسية لمكان آخر غير عنوانك. يمكنك ضبطه لمركز الشرطة المحلي. كم سيكون ذلك مضحكاً؟ إذا كنت تعرف أي نصائح أخرى تتعلق بالأمن المنزلي، اتركها في التعليقات أدناه، واحرص على إعطاء هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع أصدقائك، وانقر على اشتراك لتظل دائماً على الجانب المشرق من الحياة.